دخلت بأياد ها في ليلة ظلماء في الغرفة السوداء مولا، ودخلت إلينا مولا. هاي الإسرائيليات التي أنا أقول لابد من البحث عنها، وهي التي الآن موجودة على بعض المنابر أو غير موجودة أعزائي. نعم بعض الأعلام من 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 أهل المنبر عندنا، ما أريد أقول كل ما يقولون صحيح، ولكن أنت عندما تأتي إلى منابر، واقعا الدكتور الوائلي قدس الله نفسه رحمة الله تعالى عليه، عميد المنبر الحسيني، هذا الرجل بيني وبين الله تجد أنه هذين كلها تجاوزها. أما اللي يبحثون عن الغرائب والأحلام والرؤى والعجائب تلقى على المنبر هذين موجود. الشيعة كلمة مقدسة مع شديد الأسف اليوم يتاجر بها وتصادر وتلوث من نفوس ملوثة. يعني بالله عليكم، إذا واحد على منبر الحسين وفي بيت من بيوت الله يقول عن شيخ الخطباء، قدوة الخطباء، رمز الخطباء، أنه قليل الأدب، شو بقى في الدنيا يا ناس؟ إذا صوت الحسين الصحيح، من سافر بقضيته دون زيادة مخلة ولا نقص مخل، ينعت بهذا النعت في أيام عاشوراء؟ ولا تصيح عليه الصوائح، ولا ترتفع من أجله الأصوات، ولا تطبع من أجله الفتاوى المنددة والبيانات الشاجبة؟ بردا وسلاما على قلوب الكبير والصغير، كأنه لم يقدم شيئا لأهل البيت، وهو الذي يقول عنه الإمام الصدر الأول: مدرسة سيارة. أي يعني الشيخ الوائلي؟ وإذا يجي فوق المنبر يقول قليل الأدب، يا الله يا أكبرها من كلمة، والكل ساكت إلى اليوم، الكل ساكت، لا منبر يشجب ولا فتاوى تصدر ولا بيانات تشجب ولا موقف، لا من هنا ولا من هناك. يعني شنو راضين؟ قابلين؟ إذا انتظروا الأسوأ، والأسوأ ثم الأسوأ. الذي استطاع أن يقدم في خطابته ثقافة إسلامية قرآنية ولائية من أفضل ما يكون، ونحن ندعو إلى الاقتداء بهذا الرجل الجليل. المرحوم الوائلي هو هذا نموذج لهذه المدرسة، وقد عانت هذه المدرسة الكثير من الحرب والكثير من الاتهامات والكثير من السباب والشتائم، ولكنها انتصرت. والسيد دام ظله معجب بالشيخ الوائلي ويعتبره من مفاخر النجف الأشرف ومفاخر الخطباء المنبر الحسيني، ويكن له الاحترام لمكانته العلمية وخدماته الدينية.